نظم حزب حماة وطن بمحافظة جنوب سيناء جلسة الحوار الوطني بأحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ ضمن المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لنشر الوعي ومحاربة الشائعات. تضمنت الفعاليات جلسة حوارية بين الشباب لتوضيح طموحهم وما ينتظرون من المجتمع وكيفية الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الدولة للشباب حتى تؤهلهم للمناصب القيادية. التواجد اللي موجود النهاردة ده بيبشر بالخير. ان احنا بالنسبة للإشاعات، انا من وجهة نظري ان الدولة لازم تغلظ العقوبات على كل من يروج الشعب. احنا في فترة صعبة جدا بتمر بها البلاد، مش مصر بس، العالم كله بيمر بظروف اقتصادية صعبة جدا. فاذا لم تكن هناك قوانين رادعة فلن، يعني انا شايف ان مش هيبقى في خير. السوشيال ميديا منتشرة جدا، وكل يوم بنسمع من الإشاعات ما حدش يقدر يحصرها، فلو ما كانش هناك رادع هتبقى في مشكلة. تكلمنا عن نشر الوعي وسبل محاربة الشائعات، ازاي كان معنا ناس متحدثة من البدو، من الكنيسة، من الجامع، وكمان ممثلة للمرأة والشباب. بصراحة اكتر حاجة كانت مميزة النهاردة ان احنا لما فتحنا الفلور للسادة الحضور ان هم المشاركة في الحوار، فلقينا ان في ناس على وعي كبير جدا بانجازات اللي بتتم في الدولة وايه المشروعات القومية اللي بتتم في جنوب سيناء. الحوار كله كان بيتكلم عن الشائعات وعن ما ينتج عنها من ضرر في المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي. احنا خرجنا بتوصيات ازاي هنصلح ده من خلال الميديا، من خلال لقاءات مع المجتمع السيناوي، من خلال إعادة تثقيف تعليم العاملين في مجال السياحة. دور البيت أساسي، الأم إن احنا ننفي أي شائعات لأولادنا أو لنفسنا لازم نتأكد، وبعد كده دور المدرسة طبعا في التوعية دايما مع الأطفال في الندوات في أي حوار بيدروه جوه الفصل مع الأطفال، وبعد كده المجتمع من بره والإعلام إن يحاول يوصل الصورة الصح للدور للمجتمع عامة، وإزاي إن احنا نبقى ناخده من الإعلام إن احنا نوصله لأولادنا بعد كده. احنا خرجنا النهاردة من الحوار الوطني لحزب حماة الوطن الخاص بقضايا الوعي ومحاربة الشائعات بعشر توصيات. كان أهم التوصيات دي تفعيل دور التربية والتعليم في نشر الوعي وبين الشباب وللتوعية بأهمية وأضرار الإشاعات وتأثيرها على السلبي على المجتمع. بالنسبة لمحاربة الشائعات عند البدو، البدو عندهم قانون عرفي بيحكمهم، والقانون العرفي ده لا يتجاوز القانون المدني. القانون العرفي اللي بيحكم البدو لمحاربة الشائعات، أي حد بيقول كلمة عندنا له حق، يعني يقعد قاعدة للحق، يا إما يثبت الكلام اللي بيقوله أو ينفيه.